لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال أبو داود باب يخطب على قوس عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد نول يوم العيد قوسا فخطب عليه، يعني يستند عليه يعني. الرواية الأخرى عن البراء بن عازب قال: كنا جلوسا في المصلى يوم أضحى فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الناس ثم قال: إن أول نسككم يومكم هذا أو إن أول نسك يومكم هذا الصلاة. قال: فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم استقبل الناس بوجهه وأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليه فحمد الله وأثنى عليه. صححه ابن السكن. حديث حسنه الشيخ الألباني. باب ترك الأذان في العيد. عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. يعني عشان هو كان قريب من الرسول عليه السلام عشان ابن عمه، فطلع قدام فشاف، كان غيره هيبقى بعيد صغير هيرجع ورا مش هيبقى ايه مش هيشوف قوي يعني. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي كان عند دار كثير بن الصلت. العلم يعني الجبل أو المرتفع أو التل. فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعلنا النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. قال: فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لولا قربي ومكاني منه صلى الله عليه وسلم ما شهدته من الصغر. الرواية يقول: لولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغري. النساء يشرن بيستأذنوا؟ لا، هم بيحطوا ايديهم، بيعملوا ايديهم كده يعني. بيقول وقوله: لولا ما كان منه ما شهدته، أي لولا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرته، أي العيد. غلط، في فرق بين شهدته وحضرته. بيقول فسر الراوي هنا عد علة عدم الحضور بقوله يعني من صغره، فالصغر علة لعدم الحضور، ولكن قرب ابن عباس منه صلى الله عليه وسلم ومكانه عنده كان سببا لحضوره. هو الحديث ما قالش ان هو مش هيحضر، شهده. في فرق بين انه شهد يعني يعرف تفاصيل الرسول عمله وقاله، والا فالصبيان يخرجون كما تخرج ايه، خصوصا ابن عباس كان يناهز البلوغ يعني فوق 7 سنين، والكل مامور ان يخرج لصلاه العيد. يقول: العلم المنار والجبل والراية والعلامة. كثير بن أبي الصلت هو أبو عبد الله، ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله دار كبيرة بالمدينة قبلة المصلى للعيدين. كان اسمه قليلا فسماه عمر بن الخطاب كثيرا. كثير بن أبي الصلت الناس بتسمي عيالها أسامي كده ايه مزهدة عشان عايزينهم يعيشوا. فصلى ثم خطب صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجة عن جابر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قاعدة ثم قام. سنده ضعيف. طبعا ده بيحتج به من يقول خطبتين، بس حديث ضعيف. وما روي عن ابن مسعود أنه قال: السنة أن يخطب في العيد خطبتين يفصل بينهم جلوس، ضعيف غير متصل.
ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة. وفيه نظر لأن فيه فرق كبير جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم على مكان ما فيهوش حاجة يقعد عليها، ده هو واقف على تل أو نحو ذلك، ليس فيه أنه كان يخرج المنبر حتى يجلس عليه، رغم أن هو الجماهير على ذلك، على مشروعية أن يخطب خطبتين. نحن نرى أن الخطبة السنة خطبة واحدة. عن ابن عباس قال: ولم يذكر ابن عباس في بيان كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام أذانا ولا إقامة، أمر بالصدقة صدقة الفطر أو بالزكاة أو بمطلق الصدقة، ده الصح، لأن صدقة الفطر مش هي الإيه؟ القرط والأساور ونحوها، حلوقهن اللي فيها القلادة. في هذا الحديث من الفوائد منها أن الصبي إذا ملك نفسه وضبطها عن اللعب وعقل الصلاة شرع له حضور العيد وغيرها. ومنها المستحب للإمام أن يعظ النساء ويذكرهن إذا حضرن مصلى العيد وأمرهن بالصدقة. ومنها الخطبة في صلاة العيد بعدها من غير أذان ولا إقامة. ومنها أن يصلى في الصحراء أو في الأماكن الواسعة عموما، لأن كان في دار هي قبلة المصلى، إذن ممكن يكون في إيه؟ في بعض المساكن، لكن المقصود مكان متسع يتسع المسلمين. وفي قال في شرح السنة البغوي قال فيه دليل على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجها، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن مالك، إن ما زاد على أن الثلث ما زاد لابد فيه من الإذن، وهو ظاهر الحديث. لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها، لم يأخذ به الجمهور. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى. إن تصريح بلا أذان ولا إقامة أخرج الشيخان عن ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ولمسلم عن جابر بأنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة. وأبا بكر بن عمر صلى العيد أيضا بلا أذان ولا إقامة ولا الصلاة قائمة، لأنه داخل في كلمة لا نداء. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة. ضعيف أيضا. حديث الباب تدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين. أول من أذن في العيد في العيدين زياد بن أبي، وفي رواية أن ابن الزبير أذن وأقام. السنة مقدمة. عن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من ذلك، العيدين بغير أذان ولا إقامة. باب التكبير في العيدين. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. قال النووي: أما التكبير المشروع في أول صلاته العيد، قال الشافعي: هو 7 في الأولى غير تكبيرة الإحرام، و5 في الثانية غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة القيام. وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك، لكن 7 في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام. وقال الثوري وأبو حنيفة:
خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام. طبعا الحديث صحيح مقدم، والظاهر أنها ذكرت شيئا زائدا على المعتاد، فلذلك قلنا غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الانتقال، وهذا الصحيح. وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية، وقال عطاء والشافعي وأحمد يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله، وروي هذا أيضا عن ابن مسعود يعني سبحان الله مثلا، في رواية سوى تكبير الركوع، أخرجه ابن ماجه وفي إسنانه عبد الله بن لهيعة لا يحتج بحديث، وحديث عائشة أخرجه الحاكم في المستدرك تفرد به ابن لهيعة، استشهد به مسلم في موضعه، وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو والطرق إليها إليهم فاسدة، لأنه في الذكر بين التكبيرتين. قال الترمذي سألت محمدا يعني الإمام البخاري عن هذا الحديث فضعفه، وقال لا أعلم رواه غير ابن لهيعة. عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع، يعني ما يتحسبش تكبيرة الركوع منها. ماذا ترى شيخنا ذكر بين التكبير؟ إن شاء ما الذي نراه في الذكر بين التكبيرتين، إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، حديث حسن. قال سألت، قال الترمذي في الآية سألت عنه البخاري فقال هو صحيح، يعني يتقال صحيح بقى. والقراءة بعدها القراءة بالحمد والسورة بعد التكبيرات كلتيهما في الركعتين، يعني أصل الحديث فعلا هو هنا صحاه علشان الشواهد بتاعته. ويكفي ان البخاري صحح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص اقوى لان هو باللفظ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وسبع وخمس في الاخر. نعم لا ما يكبرش مش ماشي تكبير في الاحرام. عن عمرو بن شعيب عن أبيه الجندي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع، ويقول هنا حسن صحيح دون قوله أربعا، لأنه قال بعد كده قال أبو داود رواه وكيع وابن مبارك قال سبعا وخمسا، وده الصحيح. خلاف سائغ، خلاف ضعيف. عدد التكبيرات خمس وسبع مشهور جدا، وهي سنة مؤكدة، والروايات معظمها بذلك. رواية ابن ورق أخرجها ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبعا وخمسا، بالرواية اللي فيها أربعا شاذة. عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، قال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة صدق، فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. هو الشيخ حسن صحيح لكن فيه
عبد الرحمن ابن ثوبان قال ابن معين ضعيف، قال احمد لم يكن بالقوي واحاديثه مناكير، يبقى ده ما ينفعش. وابو عائشه مجهول، معرفش صراحه ازاي صححه هنا. ها هو ضعيف طبعا، يبقى اتلخبط الكاتب وقال حديث حسن صحيح ده غلط. هو دخل قال في الجنائز ليه دخلها؟ المشكله ان هو قال ساله في الاضحى والفطر. يقول قال البيهقي عبد الرحمن هذا قد ضعفه يحيى بن معين. والمشهور من هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود، فأفتاه ابن مسعود بأربع في الأولى قبل القراءة وأربع في الثانية بعد القراءة، ويركع لرابعة، ولم يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن وثقه غير واحد، وضعفه هؤلاء، توثيق هؤلاء، فضلا أن أبي عائشة مجهول. يخطئ صديقه، يخطئ معناها ان هو لما يروي يروي خلافا من هو اوثق منه لا يقبل، لا تقبل روايته. الاثار كلها، في اثار اخرى عن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا، اربعة قبل القراءة ثم يكبر فيركع، وفي الثانية أقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع. في رواية صلى ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات، خمسا في الأولى وأربعا في الآخرة، ووالى بين القراءتين. يبقى ظاهرها أن هو بيكبر بعد ما يخلص القراءة، عشان كده جابوا الروايات الصريحة الأول اللي هو قال والقراءة بعدهما كلتيهما. في أحاديث أخرى عن ابن عباس كبر في العيد 13 سبعا في الأولى وستا في الآخرة بتكبيرة الركوع، كلهن قبل القراءة. تكبيرة الركوع يبقى هم خمسة. وفي المشهور عن ابن عباس أنه كان يكبر في 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. هو نفس الحديث اللي بيقول 13 عشان بيحسب تكبير الركوع. تكبيرة الانتقال خمسة؟ ها؟ لا، تكبيرة الانتقال مش منها، انه بيقولها وحين يرفع رأسه، فما تبقاش في الركعة الثانية الا لما يقف. قال مالك اللي هو حديث، قال عن نافع مولى ابن عمر قال شهدت الاضحى مع والفطر مع ابي هريرة فكبر في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرة خمسا قبل القراءة. قال مالك وهو الامر عندنا. كل هذه الآثار كلها توافق مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة وغيرهم من الأئمة، وجاءت فيه الأحاديث المرفوعة أيضا غير ما تقدمت. وفي أحاديث بقى أخرى آتية نفس الأمر. وقل هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.